السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي مشاهدين القناة بلادية بركان، نتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة نتوما والأحباب ديالكم ووالدياتكم والوالدين ديالكم. كما العادة الله الوطن الملك. وفي هذا الفيديو ديال اليوم باش نتكلم على واحد اللايف اللي شفتو ديال يوسف زراويل. الناس اللي شافوا هذا اللايف غادي يتضح لهم بأنه كان بزاف ديال بلا 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 والو. هاد السيد هذا واحد الاسبوع بلي رجع لفرنسا، هاد السيد هذا بلي دير هاد اللايف حتى حاجه ما قالها في بلاصتها وحتى حاجه ما منطقيه. هاد الانسان هذا اللي كيقول لك بلي انه الشدادي نصب على الزوجه ديالو، العلم لله. السؤال اللي نقدر نطرحو انايا ولا مازال ما فهمتوش، بما انك انت كنت عارف بلي هاد السيد هذا نصب على الزوجه ديالك وانت يخرج بالحبس تقريبا هذه واحد 6 شهور ولا، كيف يعقل ان هذيك 6 شهور كامله اللي انت خارج بالحبس كنت واقف معاه وكان واقف معاك وكنت كتمشى معاه وكنت كتقول بانه الصديق ديالك؟ لان لو كان فريمون هذا السيد نصب عليك، والعلم لله ما عندي حتى شي معرفه في هذا الموضوع ولكن هضروا غير بالمنطق، الا انت كنت عارف هذاك السيد بلي نصب على الزوجه ديالك ونصب على هاد الناس اللي طلعت معاك في اللايف، كيفاش بقيت تمشى معاه وكيفاش بقيت تكلم معاه حتى جيت لفرنسا عادوا بالك داك السيد بلي انه شفار، بانه نصاب، بانه نصب على الوليات الى غير ذلك. في حقيقة الامر هذا الكلام كامل اللي قلته في هذا اللايف غامض 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 اشد الغموض. وعلاش هذا السيد هذا بانه عرفتو انت بلي نصاب وحتى جيت لفرنسا؟ علاش ما كنت في البلاد ما درتش به الشكايات؟ علاش ما كنت في البلاد ما تصدعتش معاه؟ حتى جيت لهنا لفرنسا عاد بالك بانه هذاك السيد نصاب وبانه دار وفعل وترك. احنا كاملين كنشوفوا وكنعرفوا وعندنا العقل باش نفكروا بانه القانون فوق الجميع، وبانكم نتوما هذا الجروب نتاع كلنا وليتو عاطينها غير السعايه، وليتو عاطينها غير السعايه بالعناني. والله فات اخوان واخوات راهم قدامكم وسمعوا لهم كل شيء غير الجاليه 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 الجاليه، بحال اللي هاد الجاليه كتنوض الصباح وكترفد السيكان وكتطلع للسطح وتبقى تجمع في الفلوس. ما عرفوش بلي هاد الناس هادو كيسبحوا على التمره، البرد، الثلج، الجري مور الترانات، لي ترونسبور، لا غالير، وباش يجمعوا هذوك الفليسات. وهاد الناس هادو نتاع اليوتيوب اللي تعلموا هاد المهنة، هاد المهنة المسخة، هاد المهنة المبهدلة، وانا نقول مهنة لانهم خصهم يديروها في بطاقة التعريف ساعاي ولا متبعين غير هاد الطريق. في عوض انهم نوضو يعريو على كتافهم ويبكر الصبح ويدي السيفي ديالو ويمشي يقلب على خدمة، اي بلاد فيها الخدمة، اي بلاد فوق الارض الا وفيها الخدمة. اللي باغي يخدم يخدم، واللي ما باغيش يخدم والله لو كان ديرو في البنك يحسب غير الفلوس وما يحسبهم لكش. اخواني اخواتي هاد الناس هادو اللي ما بغوش يخدموا في البلاد يقول لك ما كاينش خدمه، واش هاد السيد هذا من يجي في فرنسا او في اوروبا واش غادي يخدم؟ والله ما يخدمها. وعندنا الدلائل هنايا في باري، عندنا الدلائل ديال بعض الناس النهار كامل مقابلين غير القهوه والكارو والدورات. وهاد الناس كاين اللي منهم بزاف اللي كنشوفهم هنايا جاو غير حارقين، كان اللي سلفوا الفلوس، كان اللي دال لمو الفلوس، كان اللي والديه قلعوه بلحمهم باش انهم سوتوا لاوروبا باش يفرحهم وباش يفرحوا به، ولكن ما كاين والو غير الدورات في الدورات. فهاد اليوتيوبر وهاد اليوتيوبرات ديال المغرب تعلموا هاد المهنه، تعلموا هاد المهنه ديال الجاليه المغربيه. ولكن اللي كنجيو نهضروا في المنطق اونكور اون فوا غادي نشوفوا بانه الديفو الكبير ماشي ديال هاد اليوتيوبرز، الديفو الكبير ديال هاد الجاليه المغربيه. لان اي واحد سهل الحل، تنوض شد التليفون سجل راسك ابكي شكي احكي ديزيستوار ما كاينينش كاع، ولا احكي فيلم هندي ويجيو هاد الناس هنايا زعما حنان عندهم القلب ديالهم ضعيف يبقى فيهم بنادم ويبقى سيرتو لهم في الفلوس. الا انه هاد اليوتيوبرات ما كيستعرفوش بالجميل، ما كيستعرفوش
ويقولوا الله يكثر خير هاد الناس. غدا من غدا ينوضوا يبقاو يسبوا فيك انت اللي مصيفط لهم الفلوس. غدا من غدا ما يقولوكش حتى السلام عليكم. علاش؟ لانهم داو داكشي اللي بغاوه. لهذا انا نقول ماشي ديفو غير في اليوتيوبر، ولكن ديفو في هذه الجاليه المغربيه. هذه الجاليه المغربيه هنايا لو كما تنوضش تبكر ونصهم يلا يلا يدار مع الزمان وكيخرجوا ويبانوا في اليوتيوب. علاش؟ غير باش يقولوا فلانه صيفطت. باش ما نمشوش بعيد على الموضوع ديالنا، نوليو لقضيه زريويل. زريويل احتاج لفرنسا وبان له عاد بلي شدادي نصاب، وبان له بلي نصب على الزوجه ديالو الى غير ذلك. فانا بالنسبه لي هذه ماشي رجوله، لان لو كان كانت القضيه هذه فري لو كان قضيت معاه الغرض مي كنت في المغرب، في بلادنا الحبيب، بلادنا بلد القانون. لو كان انت داك السيد فريمون نصب على الزوجه ديالك، ملي خرجت من الحبس ديك الساعه المره ديالك غتقولها لك وغتمشي دير به الشكايات. ولكن انت لا، انت شبعت معاه ريستورات، شبعت معاه لايفات، شبعت معاه خرج، وحتى جيت لفرنسا عاد بان لك شدادي نصاب. والعلم لله، لا يعلم ما في القلوب الا الله سبحانه وتعالى. فهاد اللايف ديالك صامت باسل كدير الاوديو باش نسمعو وثم تقطعو، يعني ما كان حتى شي دليل اللي كيبين بانه فريمون هذاك الشيء كاين. وحتى دوك الناس اللي طلعتو معاك في اللايف حتى حاجه ما كتعني بانه هذاك الشيء فريمون بالصح، بانه ذاك السيد فريمون اللي هو شدادي نصب عليهم. لان راه سهل الحال قبل ما دير اللايف دوك الناس المعرفه اللي عندك، الو السلام عليكم، عيطي لي في اللايف وقولي ليها وشنو وشنو وشنو. حنا عارفين هاد القضيه هادي، وعارفين هاد اليوتيوبر المغربي هاد العمليه كديروها، كتوجدوا كلشي قبل اللايف وتبقاو فلان عيطت لي، فلان عيط لي، وهادشي كامل حنا عارفينه باللي غي تبلعيط وكذوب. فاللي نصب فربي رفقه وربي غادي ياخذ الحق. ان الله يمهل ولا يهمل. اللي بغى ينصب عنده الحق ينصب، انصاب مع راسك، نصب اليوم غدوه بغدوه، ولكن يجي النهار اللي قبضك الفخ المنداف. ما يمكنش الناس غادي يمشيو يديروا الشكايات بالدلائل ويقولوا انه فلان او فلان نصبت عليهم في قده ديال الفلوس، ويكون داك الشيء غير كذوب. لا يمكن، لا يمكن، لان حتى واحد ما عنده الوقت ديال هاد، روح للمحكمه، روح للكاتبه العمومي، كتب، روح لهنا، روح هنا، والتمره هو عارف راسو بلي داك الشيء غير كذوب. دونك اخواني اخواتي الجاليه المغربيه، عرفوا فين راكم تحطوا الاموال ديالكم. انا عارف وكنقدر الراي ديالكم، حنا انسان كرماء، حنا انسان كنبغيو الخير، وكيبقى فينا الانسان. اي واحد يخرج او طفل او ام تخرج تبكي تشكي، ما عندهاش ما تاكل ما تشرب ما عندهاش سكن، فيبقى فينا الحال. نورمال عندنا قلب وربي دار فينا الرحمه. ولكن النصيحه اللي كنقول لكم اخواني اخواتي الجاليه المغربيه، اللي بغى يصدق راه كاين المساكين والفقراء اللي باينين. ونتحدى اي واحد يقول لي في المدينه كتسكنوا فيها ما كتعرفوا شي واحد اللي هو فقير، او شي وحده اللي فقيره واللي ما تقدرش توكل ولادها تشرب ولادها حيت الراجل ديالها ميت، حيت راجلها مريض، حيت 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 حيت. فكل واحد عارف الحي ديالو. فلهذا اخواني اخواتي اللي بغى يصدق لوجه الله كون صدقه جاريه تلقاها في القبر ديالكم. فانا نقول لكم صيفطوا دوك الفلوس ديريكتومون بيدكم اللي هذوك الناس المعنيين بالامر. ماشي ضروري انكم خص يكون واحد ديال الجمعيه او واحد اللي معروف او واحد اليوتيوبر او باش انكم تصيفطوا الفلوس ديالكم. باش نكونوا غير واقعيين، انايا اعوذ بالله من قولي، انا نعرف ناس في مدينتي اللي هما ما عندهمش، القضيه ضعيفه، مرات ارملات، كنصيفط لهم الفلوس ديريكتومون ليهم. لان علاش؟ لان في هذا الوقت هذا بزاف ديال الناس كيغويهم الدولار، بزاف ديال الناس اليوم ما كيوصلوش الامانه كما ينبغي وكينصبوا على عباد الله. فاختيكم بهاد الناس هادو وهاد المخرودين اللي في الاخر ينوضوا يسبوكم، اللي في الاخر ينوضوا ينكروكم وينكروا الخير ديالكم. كما نقولوا الجامع بين والبار بين.
اللي بغى يدير الخير راه عارف كي يدير الخير، واللي باغي يدير غير البوز بانه دار الخير فهذاك الشيء بالنسبه ليا ما بقاش خير. خوتي خوتاتي، القانون فوق الجميع، والقانون لا يحمي المغفلين. فهاد الناس ديال كلنا خرجوا للسعاية بالطايطاي، خرجوا ينصبوا كاملين الجاليه المغربيه. فيوسف انا بالنسبه لي هاد اللايف ديالك لو كان ما درتوش، لو كان حتى حضرت مزيان داك الكلام ديالك عاد وخرج دير اللايف ديالك، لانه لايف فاشل، لايف فاشل، لايف فاشل، وما عنده حتى شي حاجه ديال الحلاوه. الكلام كامل اللي قلته في اللايف ديالك الا وتخربيق، الا باش تجبد عاود هاد الناس اللي كنت غيبت عليهم هذا واحد العام ولا عام ونص باش يعاودوا يوليو لك. الله يسهل على الجميع والله يعاون الجميع، وحضيو حضيو رسانكم من هاد الناس ديال النصب، من هاد الناس اللي كاينوا يبكيو ويشكيو ويقدموا لكم بعض الحالات اللي كيبكي معها الحجر وفي الاخير ما كيعطيو الا الزيرو. خوتي خواتاتي، نقول لكم الى فيديو جديد، ونشكركم بزاف بزاف، ونقول لكم الى الفيديو المقبل ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.